Growing up in a region with constant political turmoil, with conflicts and instability, I found myself stuck in a dilemma of adaptation versus rebellion, of coping versus working for a change. And actually, coping was and remains a challenge. And I wonder, in such a context, how can we develop resilience? How can we, what are the tools and languages that can we use to cope with these difficulties or even with the possibility of overcoming them? I met Syrian artist Diala Risley in 2016 in Beirut, and we had a conversation over a warm cup of coffee. And she told me that the international media started to pay attention to the Syrian plight when people started drowning. The truth is, for her, every one of us needs a life jacket. The sentence itself resonated in my mind, deep inside, and I thought, yes, every one of us at a certain point in their lives needed a life jacket. And Diala is actually painting hers. So I thought, why not use art as a tool to develop resilience and to transmit the voices of the people of my region? After all, it's a universal language. This question generated a project proposal and 2 years later, an entire exhibition. Tints of Resilience is a group exhibition, witnessing the collaboration between 10 Lebanese and Syrian artists and children refugees. Participants are joined in expressing their coping with war, asylum, injury, and search for identity. It's an open conversation, if you want, exploring the potentials of art and developing resilience. لما رحت على لبنان أول مرة كان بهدف إنه أعمل شيء بالمخيمات يكون بقدر فيه ساعد. فيعني كنت مهتمة أكتر شيء بهاي الفترة إنه أي طريقة ندعم فيها التعليم. بلشت بادرة إنه صرت أشتغل جداريات بالمدارس يلي بالمخيمات لحتى يترجع الأولاد يرجعوا المدرسة. واشتغلت كمان art workshop مع الأولاد يعني نوع من التفريغ. وكمان كنت دائماً أقول لهم إنه يرسموا حالهم كيف بيشوفوا حالهم أو كيف بيحلموا بحالهم يعني عملياً. فهي يعني إنه كان بيهمني يعني هي القصة لحتى يعملوا هن connection بينهم وبين حالهم بطريقة أحسن. لأنه يعني في مرحلة الأولاد بهاي الظروف ممكن ما عاد يعني ينسوا مين هن. فبعدين إنه أنا فكرت إنه أنا طالما بعمل هيك مع الأولاد فيني أعمل هذا الشيء مع حالي، برسم شيء عني يعني بيحكي عن شخصيتي مثلاً أو تجربتي. فهلأ عم بشتغل على هاي الكولكشن. لما رانيا حكيتني منظمة معرض لمسات صمود، فكرت بأكثر شيء عمل لي ضغط نفسي بحياتي من فترة 5 سنين، اللي هو حادثة وفاة صارت عندي، اللي هي وفاة أمي، اللي أثر كثير على شخصيتي وخلاني حدا يعني على طول يعني حاسس بهذا الإشكال النفسي بكل تفاصيل حياتي. بلشت أرسم هذول العواطف أو المشاعر اللي أنا مخبيها، يعني اللي ما بفكر فيها غير أنا ولحالي، وعلى طول بهرب منها بلحظات كثيرة، يعني بهرب من هاي الصور، بهرب من هاي الذكريات. فقررت بلحظة مواجهة مع اللوحة وضمن هذا المشروع اللي عم اشتغل عليه، إني واجه هذول المشاعر الحزينة بحياتي وإني أرسمه. وكانت اللوحة هي مساحة وعالم وأفق غير محدود لمن يعبر فيه بالطريقة اللي أنا بدي إياها. هو أكثر من سبب شجعني إنه أنا أشترك بمعرض Tints of Resilience. السبب الأول هو إنه الصمود اللي بيجي من الداخل، الصمود بيجي من ثورة الإنسان على حبه للبقاء
وحب انه انا هون. بذكرني بحالة الفنان اللي هو بحاول بهيدا الزمن يضل صامد. السبب الثاني اللي هو اخذت المشروع كتحدي. كيف بدي اطلع بريت المشغل تبعي وكيف فيني خلي الاولاد يكونوا جزء من هيدا العمل اللي عم ينبنى. والسبب الثالث اللي هو اهم كيف انه جزء من المعرض حيرجع ارباحه للمخيم اللي رحت تعرفت عليهم وتعرفت على الاولاد اللي لعبت معهم وتعرفت عليهم. قيمة هيدا العمل بحس هو بالصدى الالوان اللي حوصله انا والولاد لمطرح بريت المخيم، مطرح بعيد كتير بريت المخيم وين هني ما بيقدروا يطلعوا. We invite you to contribute and transmit the voices of these artists and children. We invite you to explore the art of the dream, to explore the different potentials of dealing with your own difficulties, to draw your own life jacket.